ويطلع علينا ذلكم العلم القراني لزعيم فضيلة القارئ الشيخ حجاج الحداوي القارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون المصري والعالم الاسلامي كله. ندعو الله له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح للمصباح في الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. الله نور السماوات والأرض مثل كمشكاة فيها
الزجاجة كأنها كوكب دري ينقض من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية لا شرقية ولا غربية لا شرقية يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه
رجال لا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما يخافون يوما رجال لا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أقسم بهذا البلد بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهدينا فلاقتحم العقبة
ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة لا لا إله إلا الله والله ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم
لا ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا لا إله إلا الله لا وهذا البلد الأمين والدين والزيتون ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم أليس الله بأحكم الحاكمين؟ لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله اقرأ باسم ربك الذي خلق فما خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ كلا إن الإنسان لا يطغى
كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على ما سمع حضرتكم جميعا قارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي أجمع، فضيلة القارئ الشيخ الحجاج الهجاوي وزعيم على قدرة مخازن وفراش الحاج سيد أبو العز حمام بشنشور، باشتراك مع قدرة مخازن وفراش الحاج شحاتة بيوسف مشمول. نسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسواد، وللمعزين سعيكم مشكورا ولله البقاء.